يعطيكم العافية جميعا، معكم زميلكم عبادة فروخ، بدي أشرح لكم اليوم محاضرة رقم 4 من عادة الدكتور حمزة. بسم الله نبدأ. حكينا في المحاضرة الماضية عن الأستيركولين استيريز إنهيبيتورز، وحكينا عن الكلينيكال يوز إلهم على أكثر من سيستم في الجسم. هسا بدنا نحكي على السنترال نيرف سيستم. تطبيقات الأستيركولين استيريز إنهيبيتور على السنترال نيرف سيستم، أحد الأمثلة عندنا التاكرين. التاكرين يستخدم في علاج الزهايمر عن طريق انه يخفف السيمبتوم تبع الزهايمر ديزيز. كيف يعني؟ يعني الزهايمر ديزيز اللي بيصير فيه انه الاسيتيلكولين نيورو ترانسميتر الاسيتيلكولين بيقل تركيزه، فبالتالي الامبلسز راح تنتقل بحيث انها تبعت الموجوده في الميموري اللي بتكون الميموري وهكذا اشياء، يعني احنا ما فصلنا فيها، راح يتقل بكثير، فراح يصير في عندنا مرض الزهايمر. فالتاكرين بيخفف اثر الزهايمر ديزيز عن طريق انه هو يضبط انزيم الاستيركولين استيريز. اذا قال عندي اذا ضبطنا الاستيركولين استيريز راح يزيد عندي الاستيركولين، بالتالي ممكن نعوض عن الاستيركولين اللي قل. لكن المشكله بالتاكرين انه عنده سايد افكتس على الليفر، في عنده توكسيك افكت بحيث انه بيضبط برضه بيضبط انزيم بالليفر، فبالتالي عنده توكسيك افكت على الليفر. عشان هذا التوكسيك افكت على الليفر عملوا دواء مور سيلكتيف واللي هو الدونابيزل. الدونابيزل هو دواء مور سيلكتيف. كيف يعني مور سيلكتيف؟ يعني بربط بس على الاستيركولين استيريز، بيعملوا انهيبيشن وما بروح على الليفر وبعمل انهيبيشن لهذاك الانزيم، فما بيعمل توكسيك افكت على الليفر. عشان هيك هو مور سيلكتيف، بيستخدم برضه في علاج الزهايمر ديزيز. هلا في موضوع مهم هو التوكسيسيتي. التوكسيسيتي بتختلف، ممكن انه يكون في توكسيك الدواء انه راح يخترق السي ان اس يعمل افكت غير مرغوب فيها، ممكن عن طريق الميتابوليزم انه انا الدواء هذا اعمله ميتابوليزم تمام يطلع لي ميتابولايتس مور توكسيك اور ليس توكسيك، بتعتمد. هلا بدنا ناخذ احنا عن التوكسيسيتي عن الاوفر دوز للمسكرينيك دراج. في عندنا البيلوكاربين والكولين استرز، اذا صار لهم اوفر دوز، اذا اخذنا منهم اوفر دوز ايش راح يصير عندنا؟ احنا بنعرف هذول انهم بيعملوا ماسكرينج افكت، ماسكنج افكت ناتج عن باراسمباتيتك افكت، صح ولا لا؟ فراح يصير في عندنا نوزيا، غثيان، ووميتينج، دياريا، يورينري ايرجنسي. كيف يعني يورينري ايرجنسي؟ يعني راح يصير في حاجه انه الواحد يتبول وهو اصلا ما بيكونش عنده مثلا مثانه فيها بول، فبصير بحاجه انه يتبول، وبعمل سليفيشن، سويتينج، كوتينيس فيزو دايليشن اند برونكال كونستريكشن. هاي كلها افكت تبعت الباراسمباتيتك. هذا اذا صار عندنا اوفر دوز للبيلوكاربين والكولين استر. هلا هاي الافكتس كيف نقدر انه نعملها بلوك او انه نتخلص منها؟ عن طريق الاتروبين. اتروبين بيعمل بلوك للمسكرينج ريسبتور باي كومبيتيتيفلي انهيبيشن، بيعمل كومبيت للمسكرين وبالتالي بيعمل بلوك للمسكرينج ريسبتور، بالتالي هاي الافكتس اللي حكيناها فوق هاي كلها راح تصير تقل. طيب هلا في بعض المشرومز فيهم المسكرينج الكالويدز، الاسم يعني ما بتوقع انه كثير مهم، اللي هو الامانيتا ماسكاريا، كانت هي الفيرست سورس اوف مسكرين. إذا هاي المسكرين المشروم إذا عملنا لها نجسن في الأكل مثلا أو أخذناها بأي طريقة ممكنة، أكيد رح تعمل لي بينها هي الكالويد ومسكرينك، أكيد رح تعمل لي تأثير تبع الباراسمباتيتك. يعني إحنا أخذنا مسكرين، يعني رح تربط على مسكرينك ريسبتور تعمل تأثير الباراسمباتيتك. هلأ هاي كيف بدنا إحنا نتخلص من الإفكت تبعتها؟ عن طريق برضو الأتروبين 1-2 ميلي جرام دوز، تأخذ بالإنجكشن مش أورالي، يعني أي طريقة ثانية غير الأورالي. هاي عشان نعمل بلوك للإفكت تبعت هاي النبتة. هلا بدنا نحكي على الدايركت اكتنج نيكوتينيك ستيمولانتس. هذا كثير الموضوع مهم، وبدنا نشوف كيف النيكوتين التوكسيك اثر التوكسيك تبعه في الجسم. طبعا بحكي لك انه الدوز المطلوبه من النيكوتين انها بحيث انها تقتل البني ادم هي عباره عن 40 ملي جرام. هاي موجوده كم بسيجارتين، يعني بسيجارتين كاملات موجوده فيها هاي ال 40 ملي جرام. بس ليش احنا طيب في ناس كثير مدخنين ما بصير لهم هاي يعني ما بموتوا دخنوا سيجارتين ثلاث اربع ما بموتوا؟ لانه احنا اصلا اللي بدخنوا يعني لما يجي واحد يدخن بيطلع معظم النيكوتين لبرا، بدخنه عن طريق بيرنينج، فانه نسبه النيكوتين راح تكون قليله جدا جدا، مش انه يعني 40 ملي جرام اللي راح يمتصها. طبعا كمان هاي الملاحظه اللي هون تحكي انه النيكوتين تمام اللي الانفانت او التشيلدرن اللي باخذ النيكوتين الجزء الاول افكت، يعني هذا النيكوتين احنا بنعتبره في نسبه حوالي 2% مثلا منه راح على السريع بيعمل افكت لهذول الشيلدرن بيخليهم بيعملوا فوميتينج. لما يصير عندهم فوميتينج البقيه 98% تمام ما راح يصير لها امتصاص، لانه صار عندهم فوميتينج من 2%، فبالتالي كون 98% هاي خلاص ما راح يصير لها ابزوربشن في الجسم، راح تطلع مع الفوميتينج برا. فانه هذا هاي هي تفسير هاي الملاحظه.
هلأ بدنا نشوف التوكسيك افكت للنيكوتين على بعض اجزاء الجسم. في السنترال افكت على السنترال نيرفس سيستم، اذا كان عندنا كثير لارج دوزس يعني كميه كبيره من النيكوتين راح يعمل لي بالسي ان اس، راح يعمل افكت بالسي ان اس بحيث انه يصير في عندنا كونفلجن اند ماي بروكراستوكوما، يعني انه راح يتحفز النيكوتين ريسبتور الموجوده بالسي ان اس، راح يصير في مور امبلسس، يصير في عندنا كونفلجن، يصير في عندنا زي رعاش وهيك حركه عشوائيه، وممكن تسوي ريسبيراتوري ارست لانه المسلز اللي عند الريسبيراتوري بتصير تتحفز كثير، فبصير في عندنا ريسبيراتوري ارست. برضه ان احنا بنعرف كمان انه النيكوتينيك ريسبتورز موجوده بالنيور ماسكولار جانكشن على المسلز، فاذا تحفز صار عندنا كثير نيكوتين راح يصير في عندنا تتحفز سكيلت المسل كثير، بالتالي راح يصير في عندنا شيء اسمه دوبلرايزنج بلوكيت، حكينا عنه بالمحاضره الماضيه بس هو يعني بشكل بسيط انه راح يصير في كثير عندنا دوبلرايزنج ورا دوبلرايزنج ورا دوبلرايزنج، بالتالي انه المسل خلص راح تصيرها بحاله دوبلرايزيشن بحاله انها هي خلص انه ما راح تستجيب لكمان مهما تطلع استيركولين على الفاضي، هاي المسلز ما راح تستجيب لكمان استيركولين، فخلص راح يصير في عندنا بلوكيد انه ما راح يصير تتحفز العضله ويصير في عندنا باراليسس للمسلز. الايفكت تبعها اكثر بيجي على الريسبيراتوري المسلز، بيصير لهم باراليسس وبالتالي واحد بطل يقدر يتنفس وممكن يموت. برضه النيكوتين كمان له ايفكت انه بيقدر يعمل هايبرتنشن، تمام؟ كيف بيقدر يعمل هايبرتنشن؟ بحفز افراز النورابينفرين فبالتالي بيعمل لنا هايبرتنشن، هذا هو كل يعني لازم نعرفه. كيف نقدر نعالج هاي الحالات؟ نجيهم واحدة واحدة عن طريق مذكورة هون انه symptom directed، احنا بنطلع symptom. مثلا نيجي لأول واحدة او نيجي لهاي مثلا المسكرينج اكسس resulting from parasympathetic ganglion stimulation can be controlled with atropine، يعني انت لما احنا عملنا نيكوتين تمام راح يصير في بالجانجليون يتحفز الparasympathetic يعمل لي parasympathetic effect. كيف بلغي هاي الافكت؟ بلغيها اول سيمبتوم اللي هي هاي الباراسمبتيك بلغيها عن طريق الاتروبين. باجي للافكت الثانيه، شفنا احنا صار في عندنا هون سنترال ستيمولنت افكت صح؟ كيف بلغي هاي سنترال ستيمولنت افكت؟ عن طريق الانتي كونفلسات هيدايزيبام. احنا حكينا انه صار عندنا نيكوتين، صار في عندنا امبلسز كثير صح؟ هاي الامبلسز كثير بتنتج عن دخول الصوديوم، انا بنقل امبلسز صار عندنا كونفلجنس. كيف بنعالجها هاي؟ بنعالجها عن طريق الدايزيبام. الدايزيبام احد افراد عائله البنزودايازابينز. البنزودايازابين شو بيسووا بشكل عام يعني سريع، بربطوا على جابا ريسبتور. الجابا ريسبتور هاي موجود في دماغ، هاي عباره عن انهيبيتوري ريسبتور كلورايد شانل، اذا ربط عليها الدايزيبام راح يفتح هاي الكلورايد شانل، راح يفوت الكلورايد وهو شحنته سالبه بيعاكس شحنه الصوديوم تمام، فبيقلل الافكت تبع النيكوتين. يعني احنا هيك كيف يعني تفسير للسيمبتوم دايركتد، بلشنا باول وحده على جناب اتروبين، بلشنا بثاني واحدة على جناب ديازيبام، بينما النيورو ماسكولار بلوكيد اللي صار هون حكينا عنه ما بتعالج زي مثلا ما حكينا هون اتروبين ديازيبام، بتعالج عن طريق ميكانيكال ريسبيريشن زي مثلا جهاز تنفس بنحطه عشان نعالج. طبعا هلا النيكوتين از ميتابولايزد اند اكسكريتد ريليتيفلي رابيدلي. الناس اللي اخذوا نيكوتين وقعدوا حوالي 4 ساعات ما صار معهم افكتس من اللي حكيناهم فوق، او صار معهم افكتس من النيكوتين اللي بيسويه اذا كان في غير هذول الموجودين. يعني اذا اخذ واحد نيكوتين ماشي وما صار معه هاي الافكتس خلال 4 ساعات ما صار معه الافكت، خلص يعني الاصل يطمنوا انه ما راح يصير معه الافكتس هاي مره يعني بعد هاي ال4 ساعات، لانه هو اصلا ميتابولايز بيصير له بسرعه تمام. ف خلص اذا مرت ال4 ساعات بيكون انه ما فيش افكت، يعني مستحيل يجي بعد 4 ساعات ما في شيء وبعد يوم يجي يظهر الاثر تبع النيكوتين. هاي هي تفسير. بس هلا نيجي على الكرونيك نيكوتين توكسيسيتي. احنا حكينا انه النيكوتين بيعمل لي هايبرتنشن بيصير في انكريز فاسكولار ريزيستنس، راح يعمل لي ممكن اذا صارت هاي بشكل كبير راح يعمل لي كورونري ديث، اثر على القلب تمام. وبرضه كمان لقوا انه المدخنين تمام اللي باخذوا نيكوتين كثير بصير عندهم حالات اسمها الالسر كرانسيس. كيف يعني ألسر كرانسيس؟ يعني ممكن يصير تلاقي عنده هذا السموكرز تلاقي عندهم مثلا طلع له ألسر في الدودينوم، بعدين بروح هذا الألسر في الدودينوم بعد ما يعالج بروح برجع له مرة تانية، بعدين بيعالج بروح برجع يصير فيه بيبتك ألسر، وهكذا بصير في عنده ألسرز مختلفة وضلها تتكرر. هاي حالة لقوها إحدى مسؤولة عن يعني النيكوتين مسؤول عنها. هلأ نحكي على علاج النيكوتين. كيف نحن بنعالج النيكوتين؟ أكيد إحنا مش رح نعالج النيكوتين مباشرة إنه خلاص نوقفه من الجسم تمام، لأنه عادة اللي بيدخلوا بيكونوا أدمنوا عليه شوي، فلما يتركوه بيتركوه شوي شوي أو عن طريق أدوية.
بس هون على سبيل ننتقل هاي الصورة نشوف كيف إيش بيسوي أصلا النيكوتين. في عنا بالسنترال نيرفس سيستم عنا دوبامينيرجيك نيورون. هاي دوبامينيرجيك نيورون بتتحفز عن طريق نيكوتين ريسبتور موجود على سطحها. إذا ربط النيكوتين راح يصير في إفراز للدوبامين بشكل كبير، تمام؟ والدوبامين شو بيعمل لي؟ بيعمل لي فينك بلجر وسعادة وهيك. فهذا هو كيف الإفكت تبع النيكوتين. هلا لقوا في دواء اسمه الفارينكلين. الفارينكلين هذا هو عبارة عن بارشل أغونيست. بارشل أغونيست زي ما أخذنا مادة الدكتورة عليا، تمام؟ هو صح هو يعتبر يعني بيقلل الإفكت، يعني هسه هون انفرز مثلا دوبامين بشكل كبير، لكن إذا ربط الفارينكلين راح يصير في كومبيتيشن بتوين الفارينكلين عند النيكوتين، تمام؟ راح يصير في عندي إفراز للدوبامين بس بشكل أقل. فهذا بيساعد على إنه إيش يصير إنه إحنا نقدر نترك النيكوتين، يعني أحد العلاج تبع النيكوتين. فهو بارشل أغونيست. بارشل أغونيست راح يقلل لي إفراز الدوبامين بس بشكل تدريجي طبعا. كيف إحنا بناخذه هذا؟ عن طريق القام مثلا تراز ديرمال باس، نيزل سبراي أو إنهيلر، ممكن واحد يأخذه هيك يصير يعمله إنهاليشن وهكذا. كثير كثير بيساعد إنه الواحد يترك التدخين، تمام؟ هلا المشكله انه ال شو اسمه الفارينكلين، تمام، بيمنع الاستيمولات افكت اوف نيكوتين. يعني هسه كمان برضه ان النيكوتين الربط هون، تمام، برضه بربط على بري سينابتك، برضه بيحفز افراز الدوبامين بشكل زياده، تمام. فهو الفارينكلين برضه بيمنع النيكوتين اللي بربط على البري سينابتك انه يعملوا ريليز للدوبامين، يعني بقلل، يعني بصير يقلل افراز الدوبامين. وهذا بساعدنا زي ما حكينا انه الواحد يترك التدخين. لكن لقوا انه فيه له سايد افكتس. سايد افكتس اللي بيعملها الفارينكلين النوزيا، انسومنيا، اوسو اكسبريشن او سايكاتريك انيسس. اكيد قلل الدوبامين اللي احنا اخذناه، مع انه قلل الدوبامين راح يعمل لي ديبريشن، اكتئاب وقلق. طيب الكولينستريز انهيبيتورز. طيب هسه نحكي عن الكولينستريز انهيبيتور. من امثل عليهم البيستاسايد اللي هم زي الاورغانوفوسفات، كيميكال وورفير ايجنت، هذول بالحرب بيستخدموهم زي السومان، السارين غاز والفي اكس ايجنت، تمام، كلهم هاي الافكتس تبعهم. هلا هذول ايش بيسووا؟ بيعملوا انهيبيشن للاستيركولينستريز. الاستيركولينستريز مسؤول على تحطيم الاستيركولين. فاذا احنا عملنا لهم انهيبيشن الاستيركولين راح يضلوا زايد، صح؟ طب الاستيركولين اذا زاد شو راح يعمل لي؟ تبعون الباراسيمباتيك افكت، مايوسيس على السيركولار مسل في الاي، بيعمل لي مايوسيس، بحفز السليفري جلاند، بصير في عندنا سليفيشن، سويتينج، برونكال كونستريكشن. برضه ما هو احنا بنعرف كل هاي الافكتس اصلا، خلاص الواحد كله عارفها، دائما رابطها مع الباراسيمباتيك افكت اذا زاد، والفوميتينج والدايريا. برضه بالسي ان اس اذا زاد الاستيلكولين كثير، شو حكينا لما النيكوتين زاد كثير ممكن يعمل لي كونفلجن، برضه نفس الفكره، اذا زاد الاستيلكولين بالسي ان اس ممكن يعمل لي كونفلجن وكوما. كمان برضه اذا زاد الاستيلكولين كثير، تمام، احنا بنعرف كمان بالنيوروماسكولار جنكشن في عندنا استيلكولين بينفرز، فاذا زاد الاستيلكولين كثير راح يعمل لي دوبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكيت. قبل شيء حكينا عنها انه بصير خلاص المسلز ما بتستجيب للاستيلكولين ان بينفرز، بصير في ويكنس للمسل. العلاج زي ما حكينا الريسبيريشن ممكن يكون انه ميكانيكال، انه تعالج جهاز التنفس، ممكن يعمل ديكونتامينيشن لهاي الاورجانيك فوسفيت. كيف يعني ديكونتامينيشن؟ يعني انه مثلا كان في عندنا اثر للاورجانيك فوسفيت موجود هون ولا هون ولا كان لسه ما عمل افكت تبعه، ممكن نزيحهم، نقدر نزيحهم قبل ما يعمل افكت. اتروبين يعني اذا صار يعمل افكت كثير وصار في عندنا استيلكولين قاعد موجود كثير، لانه احنا ضبطنا الاستيلكولين استريس بهاي الاورجانو فوسفيت. بالتالي انه لو نعطي اتروبين انجكشن لارج دوزس، تمام، شو راح يسوي الاتروبين؟ راح يعمل ماسكارينيك بلوك، بحيث انه يقلل افراز، مش يقلل افراز، يقلل الاثر تبع الاستيلكولين، تمام. طيب كمان في هنا صار عندنا الاستيلكولين زاد كثير زي ما حكينا برضه فوق، انه احنا ممكن كمان نقلل اثر الاستيلكولين عن طريق البراليديكوسيمين. كيف يعني؟ يعني ما هو احنا الاورغانوفوسفات تربط كوفالنتلي مع الاستيلكولين استريس، فكيف احنا ممكن نتخلص منها؟ عن طريق البراليدوكسيم اللي هو التوبام. هذا بروح بخف، يعني بقلل الانرجي بين بقلل الانرجي بحيث انه نكسر الرابطه بين الاورغانوفوسفات والاستيلكولين استريس، فبصير كسرها اسهل وممكن خلاص بعدين نعمل ريجينريتنج للكولين استريس. والبنزودايازابينز حكينا عنهم قبل شوي انهم برضه
بربطه على الجابا ريسبتورز بدخل الكلور بحيث يعمل افكت معاكس تبع الاستيركولين. السيجرز هي تبعت الاثر الناشئ عن الاستيركولين الكثره، يعني اكسس استيركولين بصير يعمل سيجرز، بصير في تشنجات وهكذا. احنا البنزوديازابينز تستخدم في علاج السيجرز. طبعا هسه هون بعين الملاحظه انه في يعني احد التطبيقات على هذا الموضوع بالحروب، صار في يعني احدى طرق الجيوش كيف ما قالوا بعض، صار في السارين غاز. سارين غاز لما يجوا مثلا يرموه على ناس هو أورغانوفوسفيت راح يربط على استيركولين استريز، تمام، ويزيد تركيز استيركولين، صح ولا لا؟ مش هيك حكينا؟ طيب اذا شو صاروا يسووا عشان يتجنبوا هذا الغاز في الحروب؟ صاروا يعملوا حقن فيها بايريدوستيجمين اند اتروبين. ليش بايريدوستيجمين اتروبين؟ بايريدوستيجمين عشان نعطيهم يوم قبل الحرب عشان يشغل الحيز تبع الاستيركولين استريز، بحيث انه يربط مع الاستيركولين استريز ويمنع الاورغانوفوسفيت انها تربط، تمام. طب بس حتى لو انه يعني لو عملنا لو انه حطيناه هذا لحاله راح يصير في عندنا الاستيركولين راح يصير يزيد، راح يصير عالي، تمام. فعشان هيك احنا نعطيهم معاه بنفس الوقت كمان اتروبين عشان يعادل الافكت تبع الاستيركولين اللي زاد. فبالتالي السرين غاز اللي هم بحطوه على الفاضي ما بيعمل إشي خلاص، لانه احنا مشغول حيز بيريدوستيجمين، الاستيركولين الزاد معمل له بلوك بالاتروبين، يعني فخلص ما في يعني هاي تستخدم وسيله للحمايه. طيب اخر سلايد بهذا الملف بدي بس اذكر شغله هيك يعني عشان توضح الامور. الاورغانوفوسفيت بيعملوا اثرهم 3 ستيجز، بيعملوا اثرهم 3 ستيجز. اول ستيج بتصير هو اول إشي اللي بنعرفه كثير عدتها، بعرف انه كثير عدتها بهاي الشرح، اللي هي اسمها كولينيرجيك كرايسيس. انه شو معناها؟ انه بصير في عندنا استيركولين بيرتفع كثير. اكيد احنا عملنا انهيبيشن للكولين استريز انهيبيتور، لا عملنا انهيبيشن للكولين استريز، فراح يزيد الاستيركولين كثير. هاي اسمها كولينيرجيك كرايسيس، هاي اول ستيج. ثاني ستيج بتصير بعد حوالي يوم لاربع ايام، بصير في عندنا شيء اسمه انترميديت سيندروم. شو هاي الانترميديت سيندروم؟ بصير في عندنا مصل ويكنس فيها. هلا هاي احدى تفسير نظريات انه ليش بيصير في مصل ويكنس، لانه الاستيركولين احنا حكينا بيزيد، واذا زاد الاستيركولين راح يعمل دوبلرايزنج بلوكيد، بالتالي المصل ما راح يصيرها تتنبه باي استيركولين، راح تضلها هيك بس حاله واحده انها خلص انه خلص ما راح تستجيب للاستيركولين، زي كانه معمولها ما فيش لها انيرفيشن، بالتالي بصير في عندنا مصل ويكنس، تمام. هلا الستيج الثالثه اللي بتصير عندنا، الستيج الثالثه اللي بتصير عندنا اللي هي بيسموها delayed neuropathy associated with demyelination of axons. شو اللي بيصير عندنا؟ هاي بتصير بعد أسبوع لأسبوعين تقريبا، تمام. الأورغانوفوسفيت بيصيروا يعملوا inhibition مش للكولين استريز هالمرة، بروح يعملوا inhibition لإشي اسمه neuropathy target استريز. neuropathy target استريز هذا إنزيم موجود كثير بالنيورونز، هو له الاسم تاني فوسفولايبيز بي، تمام. شو بيسوي؟ مشكلة مش مطلوب بنا طبعا هذا الحكي، بس عشان نوضح ليش هو بيعمل دي مايلينيشن. هذا الانزيم مسؤول على انه يكسر فوسفاتيد الانستول، وعشان يعمل يعني مسؤول عن تكوين المايلين شيث، تمام. فاذا صار له انهيبيشن عن طريق الاورغانوفوسفيت شو راح يصير؟ المايلينيشن راح يصير يخرب، وراح يصير في دي مايلينيشن في اكسونز. طيب بعدين شو راح يصير؟ يعني احنا نعرف انه في عن طريق المشي بانتظام وهيك توازن مسؤول في نيورونز، مسؤول انهيبيتوري نيورونز، والنيورونز معقد كثير موجود بالدماغ. هلا اذا هاي نيورونز بيكون عليها مايلين شيث، هلا اذا راح المايلين شيث عليهم راح يصير الاكشن بتنشل بطيء كثير، فبالتالي التوازن يعني الحركه المنتظمه راح تبطل منتظمه، راح يصير شيء اسمه انستيدي جيت، انه راح يصير في واحد يمشي بشكل غير منتظم، انه راح يصير ابطا الاكشن بتنشل. بس احنا مش معروف من هالحكي، بس عشان انه للفهم يعني مش للامتحان، الفهم الواحد يفهم ليش شو اللي بيصير بالضبط. بس هذا هو الجزء الاول، كان لمحاضرة رقم 4 للدكتور حمزة. رجعت في الجزء الثاني من المحاضرة، نحكي هسه على الكولين ريسبتور بلوكينج دراجز. نتذكر بس المسكنينج ريسبتورز اماكن وجودهم، الام 4 ام 5 موجود كلهم هسه، هم موجودين في السي ان اس. ام 4 ام 5 بس بالسي ان اس موجودين، الام 1 مينلي موجود بالبري سينابتيك سايت، ام 2 بالمايوكارديوم، والام 3 موجود مينلي بالجلاديولار اند سموث ماسلز اوف ذا افكتور سيتس. على الابسوربشن
ان نشر الكالويدز يعني هذول من نبته سولاناسي سبيشيز اتروبا بلادنا والموستر شري لما نحكي موستر شري انت ماسكنك دراك يعني اللي ما عليهم شحنه ما بيكون عليهم شحنه اكيد راح يكون ويل ابزورب بتصير ديستريبيوشن لهم اكثر بكثير ممكن بيوصلوا للسي ان اس كمان. السكوبالامين بصير له ابزوربشن عن طريق السكن ترانسديرمال. الكوتيرنري انت ماسكنك دراك بيكون شحنه بيكون عندهم شحنه موجبه تمام فهذا الحكي بيقلل من امتصاصهم بصير امتصاصهم الابسورشن تبعهم كثير اصعب كثير ف حوالي بس 10 ل 30% من الدوز بصير لها ابسورشن. هلا الديستريبيوشن الاتروبين زي ما احنا حكينا نشر الكالويدز والتيرشري حكينا كثير ديستريبيوتد وبصير لهم ابسورشن بكل سهوله بوصلوا للسي ان اس بحطهم بوصلوا من خلال 30 دقيقه لساعه. سكوبولامين برضو الكالويدز اللي بصير له ابسورشن عن طريق السكن زي ما حكينا فولي ديستريبيوتد تو دي سي ان اس تمام يعني وصل يعني بصير له ديستريبيوشن بالسي ان اس بشكل كبير كثير وبسرعه كمان وبرضه كمان عنده جريتر افكت يعني هو بين كل الانتي ماسكنج دراجز هو بيعطي اكثر افكت بيعمل بلوك للماسكري ريسبتور اكثر شيء اكثر من التروبين اتروبين بالسي ان اس وغيره كمان. هلا الكوتيرنري ديريفيتيفز حكينا احنا لانهم عندهم شحنه فبالتالي بورلي ابزوربت او تيكن باي ذا برين ما بيقدر يخترق البلود برين بارير. طيب هسه نشوف على الاليمينيشن اوف اتروبين لما ناخذ الاتروبين طبعا احنا نعرف انه الاتروبين موجود ب تو راسيميك فور تو راسيميك تو راسيميك فور يعني هو زي راسيميك بيكتشر حكينا بيكون في ال ودي صح ال هايوسيامين ودي هايوسيامين تمام ال هايوسيامين ال هايوسيامين هو اللي بيصير له ميتابوليزم بينما الدكسترا الدي ما بيصير له ميتابوليزم يعني بيطلع زي هو نفس شكله تمام عشان هيك 50% من الدوز از اكسكريتد اند تشينج ان ذا يورين اللي هي الدي فورم بينما الال فور بيصير لها ميتابوليزم بيصير في لها كونجوجيشن وهكذا بحيث انه يتغير شكلها عشان هيك بس 50% بيصير لهم افراز بشكل غير يعني شكلهم مش بيتغير الال فورم لا بيصير عليها ميتابوليزم وبيتغير شكلها. طبعا الاليميشن الاتروبين يكون في تو فيزز فيرست فيزز الهالف لايف تبعه للرابيد فيز ساعتين بكون قال التركيز على النص. الفيز الثاني عشان يقل بعد النص هاي اللي كمان نص ثانية بقعد 13 ساعة. هلا زي ما حكينا هون most of the rest appears in the urine as hydrolysis and conjugation products هاي اللي من عند ال isomer تمام. والدركس اتروبين شو بيسوي بيعمل بلوك للماسكنج ريسبتور بيعمل بلوك للباراسيمباتيك افكت تمام يعني بزيح الميوس والاشياء بصير في عندنا مدرياس وهكذا عكس الباراسيمباتيك افكت بالتالي بس هو بكل الاورجان تبع الباراسيمباتيك افكت بيقلل يعني بيقلل الافكت تبع الباراسيمباتيك لكن خلاص بصير له ميتابوليزم واكسكريشن بسرعه يعني خلاص الافكت تبع الاتروبين على هاي الاورجانز قليل كثير يعني بوقت على السريع بخف. لكن بالاي اكسبشن بقعد ممكن يضلوا ل 72 ساعة والإفكت والواحد هو عامل مدرياسس يعني لما ناخذ أتروبين واحد عامل مدرياسس بقعد حوالي 72 ساعة فالإفكت بالآي بطول هي إكسبشن بينما بقية الأورغانز لا بيكون الإفكت تبعه يعني خلاص سريع بس. ميكانيزم أوف أكشن للأتروبين بس هنا سريع ملاحظة أكيد الإفكت راح يكون على الآيرس والسيليري ماسلز لأن الآيرس والسيليري ماسلز سيركولر مسل والسيليري مسل هم اللي بيتحفزوا بالباراسيمباتيك نيرف. طيب هسا الماسكنج ريسبتور بشكل عام موجودين بحالة اللي هي اسمها كونستيتيوتيفلي اكتف. شو يعني كونستيتيوتيفلي اكتف؟ معناها انه الريسبتور بعطي افكت حتى لو ممكن يعطي شوية افكت حتى لو انه ما فيش رابط عليه اشي تمام. بس الاتروبين شو بيسوي وبشكل اكبر او مفصل انه الريسبتورز بيكون بحالة اكوليبريم بتوين الاكتف والاناكتف فورم تمام. الانفيرس الاتروبين هو عباره عن انفيرس اجونست شو يعني هو بيعمل شيفت للايكوليبريم للانكتيف فورم هاي هي طريقته بحيث انه كيف بيعمل انكتيفيشن للماسكنج ريسبتور او بيعملها بلوك فبصير مور شيفت تو ذا انكتيف فورم بالتالي الافكت ايش راح يصير فيه راح يقل صح ولا لا تمام. هسه في تيشيو اكيد في تيشيو موست سنسيتيف تو اتروبين يعني بيحتاج شويه اتروبين عشان يعطوا افكت تبع الاتروبين تمام. منهم هذول التشيو سليفري البرونكيال والسويت جلاند هذولا مور سنسيتيف
شو يعني most sensitive؟ يعني انهم بتحتاج شويه اتروبين عشان يعطوا يعني يعملوا بلوك للافكت تبع البرونكيال، اللي هي كانت تعمل برونكيال كونستريكشن بالباراسمباتيك. اتروبين راح بربط عليها راح يعمل برونكو دايليشن، سوت جلاند راح تقل، سليبري سكريشن برضه راح يقل. بينما السكريشن اوف اسيد باي ذا جاستريك بارايتال سيلز از ذا ليست سنسيتيف، يعني هاي السيلز بيكون المسكك ريسبتور عليها ليست سنسيتيف تو اتروبين، يعني بتحتاج اتروبين كميات كبيره عشان نقلل السكريشن تبعت هاي الاسيد. تمام، فعشان هيك هي ليست سنسيتيف. الانتي ماسكنج ايجنت بلوك اكسوجينس كولايتس، هاي الملاحظه معناها انه الانتي ماسكنج ايجنت الافكت معهم بيكون مور افكتيف على الاكسوجينس كومباوند. يعني احنا مثلا اعطينا مسكرين، تمام، عملنا انجكشن مسكرين، حلو، الانتي ماسكنج ايجنت تعمل بلوك لهذا المسكرين بشكل مور افكتيف اكثر من الاسيتيلكولين اللي بنفرز عادي طبيعي بالجسم. ليش؟ لان الاسيتيلكولين اللي بنفرز طبيعي في الجسم بيكون النيرف تيرمينالز جنب الريسبت، يعني بيكونوا جنب بعض، المكان ما بيطلع الاسيتيلكولين بيكون قدامه مباشره الريسبتورز اللي بربط عليه. فاني انا اعمل بلوك للاسيتيلكولين بيكون علي اصعب من اني اعمل بلوك لمسكرين انا عملت له انجكشن كان يمشي في الدم مثلا بتاخر عبين ما يوصل للريسبتور. فبالتالي الانتي ماسكرين ايجنت بتعمل بلوك للاشياء اللي اعطيها من برا اكثر من الاسيتيلكولين اللي بنفرز من جوا، عشان انه الاسيتيلكولين بيكون كثير قريب على الريسبتور تبعه، فبالتالي اصعب علي اني اعمل بلوك. اسف اني بحكي بسرعه بس عشان نغطي يعني في كثير معلومات بهاي السلايدات. طيب نشوف الاورجان سيستم افكت، نشوف الافكت تبع الاتروبين. اول إشي على السنترال نيرفس سيستم، سنترال نيرفس سيستم مش يعني مش ضروري انه كثير ندعمه فيه لانه احنا ما اخذنا عنه كثير معلومات في سنين الماضي في السنه الماضيه. طيب الاتروبين هاز مينيمال استيمولات افكت اون سي ان اس، احنا حكينا انه سكوبالامين عنده مور افكت، مور سنترال افكت، بروح بتصير له فولي ديستريبيوتد ان ذا سي ان اس، فعنده اكيد افكت اكثر، بيعمل دراوزنس، بيعمل انه الواحد يكون شعر بالنعاس وبفقد الذاكره، حاسس حاله انه بفقد الذاكره. هلا في التوكسيك دوز، اذا كان عندنا توكسيك دوز كثير، عندنا دوز زايد عن حد دوز لسكوبالامين اتروبين، ممكن يعملوا اكسايتمنت، واحد يكون هيك شعور بالحماس، اجيتيشن، هلسونيشن، هلوسه، وكوما غيبوبه. شو اسمه اللي تريمور اوف باركنسون ديزيز، باركنسون ديزيز بشكل الشرح المحاضرة بعد راح يكون مشروع، لكن بشكل سريع عشان نفهم ايش الاثر تبع الاتروبين. باركنسون ديزيز اللي بيصير فيه انه هلا احنا بكون عندنا فيه بالسنترال نيرفس سيستم دوبامينرجيك نيورونز بيفرز دوبامين، تمام، وفي عندنا كمان كولينرجيك نيورون بيفرز اسيتيلكولين، هذول الاثنين بيكون في بينهم بالانس. فالباركنسون ديزيز اللي بيصير فيه انه الدوبامينرجيك نيورونز بيصير فيها خلل او بتخرب، الدوبامين راح يقل، راح يصير فيه الافكت تبع الاسيتيلكولين اعلى، راح يعمل لي الباركنسون ديزيز هو الرعاش. تمام، هلا كيف العلاج تبعها؟ يا اما اني انا بعمل بلوك لهاي الاسيتيلكولين عن طريق الاتروبين مثلا، تمام، او المور افكتيف انه نعطي دوبامين اغونست، انه نعطي دوبامين اغونست بحيث يربط على الدوبامين ويعطيني الافكت زي كانه في عندي نيورون. طيب بالفيستيبولار ديستربنسز، هاي يعني ريليتنج تو ذا انر اير بالاذن، تمام، بيحكي لك سكوبالامين از افكتيف ان بريفنتنج اور ريفرسنج ذيس ديستربنس، بصير في عندنا ديستربنسز ممكن يكون في الاذن الوسطى والاذن الداخليه، هاي الاشياء سكوبالامين يستخدم في علاجها انه يعمل خلاص يزيح هاي الافكتس او الديستربنسز. الميكانيزم وهالأشياء مش مطلوب مننا نعرف طبعا لأنه إحنا ما أخذنا إشي عن هذا الموضوع. هسا بنحكي على الآي، زي ما حكينا الآي فيها الآيرس مسل، سيركلر هي السيركلر مسل نفسها، والسيلياري مسلز والراديال مسل. السيركلر مسل والسيلياري مسل بتحفزوا بالباراسمباثيك، إذا تحفزوا بالباراسمباثيك السيركلر بتعمل لي مايوسس، السيلياري مسل بتعمل لي فوكس فور نير فيجن، يعني بصير هيك أنت زي الواحد لما يقرأ الكتاب بصير مركز وين بيقرأ. هلا الراديال ماسل تبعت السمباثيك اللي تحفز بس بالسمباثيك بيعمل لي ميدرياسس، تمام. هلا اذا صار عندنا حطينا الاتروبين في الاي ايش راح يصير؟ راح نعمل بلوك للسيلياري ماسل للسيركولار ماسل، بالتالي ما راح يصير في عندي مايوسس، راح يصير في عندي الباراسمباثيك نيرف سيستم اعلى،
فراح يصير في عندنا بيدرياسس حلو، وكمان راح يصير في عندنا باراليسيس اوف سيلياري ماسلز او الحاله اللي اسمها سايكلوبليجيا، لانه احنا خلاص بطلنا يعني اللي صار في بلوك للماسكل ريسبتور الموجود على السيلياري ماسل، بالتالي راح يصير لها باراليسيس. بالتالي انه احنا ايش بنعرف على السيلياري ماسل؟ اذا صار لها كونتراكشن يعني تحفزت، راح يصير في خروج ال ايكوسيومر فروم ذا اي، بالتالي بنقلل ضغط السائل الزجاجي الموجود في العين. تمام، فاذا احنا اعطينا اتروبين راح نمنع السيلياري ماسل من هذه تعمل كونتراكشن، بالتالي احنا راح يصير انه فوكس فور فار فيجن مش نير فيجن. تمام، راح تصير هيك ما تقدر تركز في كتاب مثلا او شيء، وبالتالي كمان برضه راح يزيد الضغط في العين، يعني السائل الزجاجي ما راح يقدر يطلع، ما راح يقدر يطلع من القناه وراح يتراكم جوا ويزيد الضغط في العين، وراح يسوي لي ممكن يسوي لي جلوكوما جلوكوما. برضه الانتي ماسكارينج دراج شو بتسوي؟ احنا بنعرف برضه الباراسمباتيك بيزيد اللاكريمال سكريشن صح، فاذا احنا حطينا انتي ماسكارينج دراج راح يصير العكس، راح يصير ريديوس لللاكريمال سكريشن. تمام، هو الدموع وهاي، بالتالي راح يصير عندنا اللي هي الساندي ايز، هنطلق عليها حاله اسمها ساندي ايز. بالكارديو فاسكولار سيستم شو اللي بيصير عندي؟ الاتروبين تمام شو راح يعمل؟ راح يعمل يعني احنا زي ما احنا متوقعين، راح يقلل الباراسمباتيك، راح يصير تركيز السمباتيك، راح يصير اثر السمباتيك نيرف سيستم اعلى، راح يصير في عندي معناته تاكيكارديا، راح يصير في اكيد راح يصير عندي تاكيكارديا لان احنا بنعمل باراسمباتيك بلوك. طيب اذا احنا اعطينا لوور دوزز من الاتروبين راح ينتج عندي براديكارديا مش تاكيكارديا. ليش السبب؟ سبب انه انا عندي في ام 1، احنا حكينا ان ام 1 وين موجوده؟ موجوده على بري سينابتك صح، بري سينابتك معناتها انه يعني بتعمل اذا طلع الاستيركولين وربط عليها راح يقلل افراز الاستيركولين نيجاتيف فيدباك ماشي. هلا اللي بيصير انه لازم هاي المعلومه نعرفها، انه الام 1 دائما البري سينابتك ريسبتورز مور سينسيتيف ذان ذا البوست سينابتك ريسبتورز. تمام، فكيف يعني مور سنسيتيف؟ يعني انا عندي لو دوزس من الاتروبين معناته الام 1 الاوتو ريسبتورز الموجوده على البري سينابتك راح يصير لها تحفيز اكثر، اذا صار لها تحفيز اكثر من الاتروبين معناها راح يصير لها بلوك. طب صار لها الام 1 الام 1 هاي صار لها بلوك، شو راح يصير؟ ما راح يصير في نيجاتيف فيدباك، فراح يصير الاستيركولين راح يزيد تركيزه، فاذا زاد تركيز الاستيركولين راح يصير في عندي براديكاردي، عشان هيك اللو دوزس تعمل لي براديكاردي. بينما اذا احنا عندنا هاي دوزز تمام راح تربط على خلاص هاي دوز ما بتفرق معها الام 1 ريسبتور ولا الام 2 ريسبتور، الام 2 ريسبتور على المايوكارديا، فراح يصير عندنا التاكيكارديا لانه راح يصير في بلوك للام 2 ريسبتورز وفيش استيركولين، راح يصير السمباتيك نيرف سيستم يعمل التاكيكارديا. الفنتريكلز اكيد راح تكون افكتد تمام، انه تتاثر ما فيش لها باراسمباتيك ستيميليشن، ف انت مسكنك الدرج يعني ما بتكونش فيه لها افكت عليها كثير. اذا زاد تركيز انتوكسيك كونسنتريشن راح يصير في عندنا بلوك للانترا فينتريكولار كوندكشن بلوك، حضر اشي بالهارت يعني الكوندكشن بروسيس بالهارت راح يصير لها بلوك، بالتالي راح تقل الكونتراكتيليتي وهالاشياء. بس هاي الانترا فينتريكولار كوندكشن بلوك يعني احنا مش مطلوب منا نتوسع فيها برضه لانه موضوع كثير يعني وما اخذناش عنها شيء. اول بلاد فيسلز كونتين اندوثيليال ام 3 ريسبتورز، هذا الحكي يعني كنا بنعرفه انه على البلاد فيسلز في ام 3 ريسبتورز، اذا احنا ام 3 ريسبتورز اذا بربط عليها اشي بصير لها فيز دايليشن، بحيث انه الباراسمباتيك هو افكت بيعمل فيز دايليشن، بس احنا بنعرف انه البلاد فيسلز ما بتتاثر بالباراسمباتيك، لكن عليها الام 1 ام 3 ريسبتورز من الاشياء اللي بتيجي لبرا اكسوجينيوس موليكيولز، فإذا ربط عليها اكسوجينس مولكيول راح يصير في عندنا فيزو دايليشن. هلا اذا احنا اعطينا انتي ماسكارينج دراج تمام، عملنا احنا انتي ماسكارينج دراج راح نعمل كوتينس فيزو دايليشن. طبعا ليش صار كوتينس فيزو دايليشن ما بنعرف ليه، يعني الميكانيزم از انون، وبصير فيه هيك بلاش اريا بصير فيه الوجه احمر كوتينس فيزو دايليشن. بالريسبيراتوري سيستم طيب
بدنا نعرف بس شغلة انه الـ M2 موجودة على الـ Presynaptic Receptor في ان M3. هلا احنا بحالة شو متوقع يعني ايش الباراسمباتيك شو تأثيره على البرونكال؟ زي ما احنا بنعرف بيعمل برونكال كونستريكشن صح؟ يعني اذا زاد كثير بيعمل ازمة. طيب هل انه اذا احنا اعطينا اذا عملنا بلوك لهاي الريسبتور رح نعمل فيزو الاصل نعمل برونكو دايليشن انه خلص انه يعني الريفيرس افكت تبع الباراسمباتيك لانه احنا عملنا له بلوك. لكن اذا احنا عملنا نون سيلكتيف انتي ماسكارينج دراج يعني انه هم انتي ماسكارينج بس بربطوا على M2 M3 كل انواع الام تمام فرح يربطوا على M3 يمنعوا الاستيركولين يربطوان فرح يصير فيزو دايليشن لكن برضو هذول رح يربطوا على M2 اذا ربطوا على M2 ما هي M2 هي عباره عن اوتو ريسبتور شو بتسوي بتعمل انهيبيشن للريليز اوف مور استيركولين فاذا احنا ضبطنا هاي القناه ما رح يصير في انهيبيشن للريليز مور استيركولين رح يصير في عندنا زياده في الاستيركولين المنفرز فعشان هيك هي العلاج للازمه ليميتد لانه بيكون في عندي انا برونكو دايليشن بنتج بسبب اني انا عملت بلوك للام 3 لكن في عندي افكت عكس البرونكودايليشن بحيث انه الام 2 صار لها بلوك ما صار عندي نيجاتيف فيدباك بالتالي الاستيركولين راح يزيد وراح يعمل يصير في هيك يعني زي بالانس فعشان هيك هي ليميتد. هسه كمان انتي ماسكينج دراج في بعض التخدير بتاخذه بالانهاليشن هلا عشان ما نعيق هاي المخدر ما نعيق حركته للرئة بنعطي قبل ما نعطيهم هذول المخدر نعطي انتي ماسكينج دراج ليش عشان نقلل السكريشن هو السكريشن بيشتغل باراسمباتيك اذا عملنا انتي ماسكينج دراج راح يقلل السكريشن اذا قللنا السكريشن زي المخاط وهكذا بصير المخدر يفوت مور افكتيف لللنك حيث انه ما يعيق حركته. طيب هسه على الجاسترو انتستينال تراكت الافكت تبع الاتروبين على الجاسترو انتستينال تراكت زي ما احنا نعرف الجاسترو انتستينال تراكت كثير باخذ ريسيف يعني من اكثر مكان فيه هرمون السيجنال هي برضه الباراسيمباتيك سيمباتيك افكت تمام فانه مش بشكل كامل نقدر نتحكم في الجي اي فانكشن لكن انه نقدر هيك نعمل نعدل يعني بشكل بسيط. انتي ماسكينج دراج هاف مارك افكت اون سالفري سكريشن كوز درايمات اكيد يعني السكريشن اذا قلت تمام يعني السكريشن هي بتحفز باراسمباتيك اذا قلت عن طريق الانتي ماسكينج دراج راح تقلل السكريشن راح يصير عندنا درايمات. برضو الجاستريك سكريشن از بلوكت بس حكينا هي شو حكينا قبل قلنا الجاستريك بارايت السيلز اللي بتعمل جاستريك سكريشن اسيد سكريشن ليس سنسيتيف تو انتي ماسكينج دراج يعني بتحتاج هاي دوزس اوف اتروبين عشان تقلل السكريشن تبعتها فزي ما هو مكتوب هنا لارج دوزس اوف اتروبين ماي بي ريكوايرد برينزيبين انتيلينزيبين برضو هذول اتنين ام 1 بلوكرز البارايتال سيلز عندهم ام 1 تمام فاذا بشكل عام يعني بدون ما ندخل تفصيل بس نعرف انهم هم عباره عن ام 1 بلوكرز وبيعملوا ريديوس جاستريك اسيد سكريشن طبعا بما انهم هم سيلكتيف لام 1 اكيد ما راح يعطوا سايد افكت مثلا على ام 2 وعلى ام 3 وهكذا فراح يقللوا الجاستريك سكريشن تمام وما في عندنا ادفيرس افكت لانهم هم سيلكتيف دائما الادويه اللي بتكون سيلكتيف السايد افكت تبعتها بتكون اقل. واخر شيء احنا بنعرف انه الجي اي الموتاليتي تبعته بتكون زايده بحاله الباراسمباتيك اذا احنا اعطينا انتي ماسكينج دراج زي الاتروبين راح تقلل الموتاليتي البريستالسيس موتاليتي تمام من الاستومك تو كولون وبالتالي حركه الدايجستيف ريكيولز والاكل وهكذا هالاشياء كلها بتكون حركتها اقل بتصير تمشي شوي شوي. هو حكي ايش بيساعدني على راح يصير في عندنا الجاستريك امتيك تايم از برولونجد يعني راح يصير المده انه نخلص من شو اسمه الجاستريك الاشياء الموجوده جوا الجاستريك هتصير اطول فتره اطول. هذا الحكي بيساعدنا انه نزيد مده الابسوربشن للدرجز يعني اذا كان في الدرج معين بدنا اياه انه ما يروح يعني ما يضل رايح بالجي اي يصير له ابسوربشن بشكل مور افكتيف الانتي ماسكينج درج لو نعطيها بالاول بعدين نعطي الدرج بصير الابسوربشن تبعه احسن بكثير. دايريا كمان برضو نفس الفكره لما يصير في عندنا ماسكينج ايجنتس
حط كثير مسكرين مفعل الباراسمبثاتيك كثير كثير، الموتاليتي راح تكون عالية كثير، بالتالي بصير عندنا أكثر فرصة إنه يصير عندنا دايرية. إن إحنا بنحط أنتي مسكرينك إيجنت راح يعمل العكس، راح نخفف الدايرية. هلا إذا الدايرية صارت بإشي مش ملوش دخل بالمسكرين ولا إشي، صارت لسبب آخر برضو ممكن إنه عن طريق إن أنتي مسكرينك إيجنت إنه نخففها، نعملها كنترول، إنه نقللها يعني. فقط بس هاي كانت هي محاضرة رقم 4 للدكتور حمزة، بتمنى انكم تكونوا استفدتوا. برضو بعتذر اذا انا كنت اشرح بسرعة، بس عشان انه فيها كثير حكي محاضرة وفي اشياء كثير لازم كان بدها فهم، احسن من انه الواحد يحفظها، بتساعده على الحفظ اكثر. اي حدا بده اي سؤال بيقدر يبعث لي مسج، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.